بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده في ماما في المطبخ. معاكم عزه جلال من الساعه 2 ل 3، والنهارده هعمل لكم البانيه اللي انتم طلبتوه مني بطريقه بسيطه جدا، وكمان مش هيحرق معاك الزيت، وهتعمليه وهتكسبي وقت ان انت تحمريه، يعني تحمري كذا طاسه وفي نفس الوقت من غير ما تحرقي الزيت بتاعك ان شاء الله. وكمان هنعمل مع بعض المكرونه اللي هي الاسباجيتي اللي بالصلصه بتاعتنا المصريه العاديه عشان خاطر ناكلها جنب البانيه. يلا بينا نسمي بالله ونقول مكونات المكرونة الأول عشان نحط الصلصة كده تستوي مع نفسها ونبدأ على طول في التتبيلة بتاعتنا. طيب معانا ايه للصلصة بتاعت المكرونة؟ معانا طبعا المكرونة بتاعتنا مسلوقة ومتصفية ومحطوط عليها شوية زيت، ومعانا بصل مبشور أو يعني ضربينه في الكبة، ومعانا عصير طماطم طبعا على حسب الكمية، أنا مش هحدد كميات. لو انت حاطة مثلا كيس 400 جرام هتعملي عليهم نص شفشق، لو انت حاطه كميه اكبر بتزودي زي ما انت عايزه. ومعانا معلقتين من الصلصه، طبعا صلصه اللي هي معلبه اللي هي بتاعه السوبر ماركت، ومعانا ملح وفلفل اسود وكمون وخل. يلا بينا نسمي بالله كده ونقول على طول هنعمل ايه. اول حاجه جبنا الحله بتاعتنا وهنحط فيها شويه كده من الزيت حلوين اهو. طبعا احنا كلنا عارفين ان المكرونه بتتعمل بزيت، في ناس على فكره بتعملها بسمنه بلدي، ودي الغريبه بقى والجديده بالنسبه لي، واللي انا ما بفضلهاش لان انا بحب المكرونه كده بتلمع وحلوه، والمكرونه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها ان احنا بنعملها بالزيت. طيب هنجيب بصلايه كده وسط، بسم الله، ونعمل ايه، ونجيب كده حاجه نقلب بيها، بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل كده ونقلب، بسم الله اهو، نديها تقليبة كده. وهنعمل ايه تاني معانا؟ هنجهز مع بعض فصين من الثوم عشان خاطر نشتغل على طول ونعمل الوصفة بتاعتنا. طيب اهو بس، واحنا بنقلب كده لحد بس ايه ما نطلع الريحة بتاعت البصل ونشوحها كويس جدا، وبعدين نبدأ على طول ننزل الثوم بتاعنا. في ناس بتعمل الوصفة دي، وصفة المكرونة اللي بالصلصة، بتعملها بثوم بس، وفي ناس بتعملها ببصل بس، وفي ناس بتعملها زي ما انا بعمل كده، بتعمل ميكس ما بين الثوم والبصل. ده اختياري زي ما انت عايزه وزي ما انت بتحب الطعم. يعني في ناس بتحب طعم الثوم جدا وما بتحبش تاكل البصل وتحس بيه في الاكل، وفي ناس بتحب الاثنين بيبقوا الدنيا تمام بالنسبه لها. اهو اول كده ما نحس ان ريحته طلعت، ناخد كده ايه فصين ثوم حلوين كده بالشكل ده. اول ما طبق يفضى بس اصبري. هنقوم عاملين كده على طول اهو بالشكل ده، يعني هنشوحها كده شويه لحد ما ايه ما يتبلوا معايا، بحيث ان انا ابقى طلعت طعمهم وريحتهم في الوصفه، ولما اجي احط الطماطم بتاعتي يبقى انا اديت شمخ او طعم للوصفه بتاعتي. ما ينفعش اخد كده ايه مسلوق في مسلوق، لازم كده نديهم تسويه حلو. تمام، في ناس بتحمر البصلايه لحد ما تحمر ويعني على الاخر، انا ما بفضلش الطريقه دي لان بتدي مراره. يعني احنا لو اخدنا البصلايه بتاعتي حمرناها كويس قوي، يعني في ناس بتعمل تسبيكه المحشي بتحمرها جدا، وفي ناس بتعمل كمان السمك الرز الصياديه بتاع السمك بتحمره كويس قوي لحد ما يغمق، يعني خلاص داخل على الحرقان ان هو يبقى محروق خلاص. لا انا ما بفضلش الحاجه دي، انا ممكن ادي الذهبي الغامق شويه. تمام، هنقول بسم الله اهو. حاجه تاني، في ناس بتحط زي ما انا بعمل كده الطماطم او الصلصه الاول، لا انا بفضل بفضل ان انا احط الطماطم الاول وبعدين احط الصلصه. تمام اهو، هناخد بقى معلقتين كبار من الصلصه كده بالشكل ده، ونقلب على طول كده بس كده. الكمون انا بحطه في الاخر، الفلفل الاسود بحطه دلوقتي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، نحط كده معلقه وناخد شويه من الفلفل الاسود ونحطها في الوقت ده اهو. هنقلب بقى كده بالشكل ده اهو بالشكل ده بس خلاص. احنا هنسيبها بقى ايه تاخد غلوتها، في ناس بتغطي على التسبيكه وفي ناس ما بتغطيش عليها،
طيب انا من الناس اللي بغطي على التسبيكه بس بعمل حركه، بعلي النار اول غلوه، الثانيه بقوم موطيه خالص. يعني لو انت عندك حاجه ديجيتال بتعمليها على درجه واحد او اتنين. طب لو انا عندي البوتاجاز العادي اللي انا اتحكم فيه بوطيه اقل من الشمعه شويه، يعني بعليه سنه بحيث ان هو ياخد التسبيكه دايما. والحاجات اللي هي فيها تسبيكه بتحب النار الهاديه، يعني انا حماتي الله يرحمها كانت تقولي دايما كده، علي على الحاجه بس تديها كده تاخد لون في بعضها وتاخد غلوه، وبعدين توطي خالص بحيث ان انت ايه تسويها على نار هاديه. الحاجه اللي بتستوي على نار هاديه بيطلع طعمها احلى، بتتسبك بتلاقي الزيت بتاعك عام على الوش، وهو ده المطلوب وهو ده اللي احنا عايزينه. تمام. ونقول الو يا ام ساجده. الو. ايه يا قلبي؟ اهلا اهلا، ايه الاخبار؟ الحمد لله يا حبيبي. والله انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي زي الفل. ساجده عامله ايه؟ زي الفل يا قلبي، ربنا يخليها لك يا رب. كل حاجه بتعملها لي. تسلمي لي يا حبيبتي، ما تحرمش منك يا رب، ربنا يخليكي. توتة حبيبتي عامله ايه؟ كويسه يا حبيبتي زي الفل الحمد لله، بتسلم عليكي. سلميلي عليها يا قلبي. تسلمي لي يعني. قولي لي، بتعملي المكرونه زي كده ام ساجده ولا بتعمليها بطريقه مختلفه؟ يا قلبي احنا وراكي في اي حاجه حبيبه قلبي، تسلميني. يعني في ناس بتحط فلفل الوان، يعني الحاجات الاضافيه، بس الاساس بنعملها كلنا كده. انا عارفه، انا لا بس انا بحب اوقات عشان خاطر ساجده دلوقتي اللهم بارك بقت بتاكل، بحب اوقات اضيف الحاجات اللي هي زي كده. اه انت كنت قايله لي على الكوسه والكلام ده اللي انا اسقي بيها الرز وكده، بعملها كده فعلا. عارفه احنا ممكن نعمل في الوصفه دي ايه يا ام ساجده؟ ممكن نجيب الكوسه تقطعيها صغير يعني مكعبات، او على حسب يعني انت ممكن تغيري نوع المكرونه اصلا وتعمليها ايه، مثلا مكرونه وسط او بنه، وتضيفي معاها بقى ايه، بسله، تضيفي معاها جزر، تضيفي معاها فلفل الوان، تضيفي معاها كوسه، الحاجات دي كلها، بروكلي، الحاجات دي كلها تدي طعم حلو قوي. بنسلق الحاجات اللي بتاخد تسويه وبنسويها بقيتها معاها. ايوه، ما انا انت قلت لي اللي انا اسقي الرز، يعني اللي انا اضرب الخضار وكده واخفف الميه بتاعته واسقي بيها الرز. انا بعمل الكبده كده فعلا. ما شاء الله، ربنا يحميها لك يا رب. اوقات ما اللهم امين، اوقات ما بتحبش تاكل يعني الحاجات دي، فبخليها يعني وادخلها لها زي ما انت قلتي. برافو عليكي، شاطره. ربنا يخليكي لينا يا قلبي حبيبه قلبي. وهتنوري اسكندريه قريب يا حبيبتي. يا حبيبتي ده انا هتنور بيكي وهي منوره بيكي، وهتنور اللي انا حاجه اشوفكم. انت يا حبيبتي هتديها نور، هشوف. انا عايزه من اوائل الناس اللي اشوفها هناك انت. تسلمي لي يا قلبي، شكرا يا ام ساجده، شكرا لاتصالك. طيب عملنا التسبيكه ومستنيين بس تتسبك. انا بوريكم بس ان انا بديها غلوتين على عالي وبعد كده هوطي عليها. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنعمل، انتوا عايزين فاصل ولا نكمل؟ طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد كده جلافز حلو عشان نبدا ايه في الوصفه اللي بعدها. ممكن ننزل بالمكونات بتاعت البانيه. يلا طيب هنعمل ايه بقى؟ احنا معانا بانيه، بتجيبي طبعا زي ما احنا قلنا على حسب ما انت عايزه، وبنبدا نتبله. طب هنتبله ازاي النهارده؟ هوريكم هنتبله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نلبس بس كده ايه حاجه في ايدينا. معانا البانيه، معانا التتبيله بتاعته، معانا عدد 2 بيض، ومعانا زبادي متصفي من الميه، ومعانا ملح وفلفل، ومعانا بصل بودر وبس كده، ومعانا بابريكا، وايه تاني وايه تاني، وثوم بودر وبصل بودر وكمون، ماشي، ومعانا ميه بصل اهو. طيب نلبس بس حاجه في ايدينا وهنجهز دلوقتي حالا نتبل التتبيله الحلوه دي اهو. طيب انا همشي بايد واحده، حلو قوي كده، يلا بينا. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل كالاتي، هنحط 2 عدد بيضه اهو، بسم الله اهو. اوعى ننسى الملح، هروح اجيب الملح والفلفل عشان ما ننساهمش اهو. هنحط شويه من الفلفل الاسود. التتبيله دي تقدري تتبلي بيها وتشيلي الحاجات دي في الفريزر، تمام؟ يعني نقدر ناخد الحاجات دي ونحتفظ بيها بالفريزر، ووقت ما تعوزي تسوي بتطلعيها تسيبيها تفك، وبعدين تعمليها في البيض والبقسماط. حلو الكلام؟ طيب هناخد مع بعض الزبادي اهو، وهناخد التوابل بتاعتنا. وهنحط كده معلقه صغيره من الخل، وهنحط
الثوم الباودر والبصل الباودر اهو كده بالشكل ده اهو، ونكتر بقى البصل والثوم عشان هما النكهه هنا عندنا، يعني هو ده اللي هيدينا الطعم. وهنحط البابريكا، البابريكا هيدينا طعم ولون كمان. طيب هاخد شويه بقى من الملح، بسم الله، عشان ايه نظبط الملح بتاعنا. وهجيب مضرب سلك اهو، معانا مضرب سلك فين؟ اهو الحمد لله. هنضرب بقى الحاجات دي كلها كده مع بعض. طيب اهو عشان كده حطيت لي ميه بصل. اهو بالشكل ده. بصوا بقى انا مش عايزه اي سوائل في الوصفه دي. طب ليه يا شيف؟ هقول لك دلوقتي، شوفي معايا عملي دلوقتي اهو، دي التتبيله بتاعتنا ما فيهاش اي حاجه. عايزه تزودي توابل مش هتقول لا، زودي توابل زي ما انت عايزه، بس احنا عايزين التتبيله بتاعتنا. انا هرجع ده ورا عشان ما نوسخليش رخامتي. وهنقوم عاملين ايه بقى؟ جايبين البانيه بتاعنا ده وعاملين كده اهو اهو، بصوا بالشكل ده اهو. بصوا بقى انا هوريكم دلوقتي الشكل اللي انا عايزاه. بصوا بعد ما يعني بغطسها كده في الخليط اللي احنا عملناه ده، انا عايزه التتبيله دي تمسك فيه لما اجي احطها عليه ما تنزلش من عليها اهو، شايفين بالشكل ده اهي. ليه؟ لما تنزل في البقسماط بتاعي او الدقيق بتاعي ما يبقاش يفك مني، لا يمسك فيها، فيبقى انا عامله كفر حلو. اي نوع حاجه من دي احنا بنقليها في الزيت، ان كان بوفتيك او بانيه، يفضل ان يتحط في التلاجة على الاقل 10 دقائق ربع ساعه قبل ما نحمره. طب ليه يا شيف؟ عشان خاطر الكفر اللي احنا بنعمله ده يلزق فيها، يمسك فيها، فلما نيجي ننزلها في الزيت ما يفكش مني. تمام، ايه رايك؟ طب نحمر كام واحده معاهم ونطلع فاصل؟ ما عشان احنا هو في سيجمنت قبل ال في. طيب يا قلبي يا سلام، انت تأموري. بصوا بنقلبها كويس جدا. طيب يا شيف انا عايزه اتبلها واشيلها عشان تخزينات رمضان، ان انا افرز الحاجات بتاعتي اللي انا اشيلها في رمضان. اعمل ايه؟ بنفس الشكل الشيك ده، هجيب طبق فويل او الطبق اللي هو الفل بتاعنا اللي احنا بنخزن فيه، ومعانا الورق بتاعنا او اللي هو ورق التلاجة اللي هي كيس التلاجة العادية، بنفتحها وبنعمل ايه؟ بنحط طبقات، يعني بين كل طبقة وطبقة، يعني بنفرد كده في الطبق ونحط عليهم كيس تلاجة ونحط طبقة تانية. ما ينفعش نحطه على بعضه ونيجي نطلعه، هتلاقي الطبقات كلها لزقت في بعض ومش تبقى حلوة خالص. تمام؟ طيب اهو. طيب تبلناه، هنسيبه كده لحد ما نطلع فاصل صغير ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض. فاصل وراجعين. ورجعنا من الفاصل وبنكمل مع بعض. تبلنا التتبيله بتاعتنا بتاعت البانيه قبل الفاصل، وعملنا التسبيكه بتاعتنا بتاعت او الصلصه بتاعت المكرونه. طيب قبل ما اروح للتتبيله تاني ونعمل الكفر الخارجي ونحمره، هنعمل حاجه بسيطه قوي في المكرونه، هي دي المرحله اللي انا ايه عايزه احط فيها الحاجات. اولا معانا مكعب مرق هنحطه، ومعانا هنا شويه ثوم باودر على بصل باودر على شويه بابريكا، هقوم حطاهم بالشكل ده اهو. تمام كده. وهنعمل ايه تاني؟ شويه كمون بقى، شايفين شكل الصلصه حلو ازاي ولونها حلو جدا اهو، وشويه كمون. واحنا حطينا في الاول فلفل اسود، هنحط شويه من الخل، وده اختياري بس بيدي طعم حلو قوي كده مميز اهو. عندك خل تفاح، عندك خل عادي، زي ما انت عايزه، هي معلقه واحده بس اهي، هحطها كده، مش عايزه اكتر من كده عشان ما يدينيش اللسعة والمزازة العالية دي. ونقلب وهنسيبها كده ايه تتسبك. انا وطيت خالص النار، هعليها شوية بالشكل ده، وهسيبها لحد ما نخلص كده ونايه نرجع لها تاني. طبعا احنا معانا حلل كيتشينوفا اللي متقدمة من برايدز هاوس، الشركة المعتمدة أو الوكيل الإعلامي المعتمد للبراندات اللي احنا بنقدم من خلال قناة هي. وطبعا انتوا عارفين ان في هدايا كتير متقدمة من شركة برايدز هاوس، وأولهم طقم كيتشينوفا معانا.
احنا بنعمل بكل منتجاتهم دلوقتي وبنعلن عنهم، وان شاء الله الحلقه الجايه او اللي بعدها باذن الله هنكون معانا اول متسابقه او اول واحده هنهديها بالطقم الحلو ده. تعالوا بقى معايا هنا، قول بسم الله. بصوا الكفر ماسك فيها ازاي وحلوه، هو دي اهم حاجه، ما حطيتش اي سوائل، انا كل اللي حطيته توابل، وحطينا الخل وحطينا البيض وحطينا ايه تاني التوابل بتاعتنا وحطينا الزبادي، تمام كده اهو بالشكل ده. طيب انا عندي دلوقتي كده هنا معايا طبق فيه الدقيق وطبق فيه البقسماط بتاعي، انا ممكن اعمل ميكس ما بين الاثنين وممكن احطه في حاجه واحده منهم. انا هعمل حاجه حلوه قوي، لو احنا حطينا البقسماط بس هيبقى لونه غامق وهيتحرق منك على النار او في الزيت بسرعه، ولو حطينا الدقيق هيبقى فاتح قوي ومش هيبقى ليه طعم ومش هيبقى حلو، تمام. فانا هعمل ايه، هاخد شويه كده من البقسماط اهو شويه حلوين كده، وهاخد كمان شويه من الدقيق، يعني انا خدت مثلا كوبايه من البقسماط هاخد نصها دقيق، تمام. والعكس بقى، حطيتي مثلا كوبايتين بقسماط حطي كوبايه من الدقيق بس كده اهو. نركن بقى دول كده على جنب معانا هنا كده، ونقلب الميكس الحلو ده، ونقول الو يا دينا. الو الو، اهلا اهلا. اهلا مدام عسل، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، ايه الاخبار؟ الحمد لله حضرتك، كله تمام؟ إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي، زي الفل. دايما منورونا كده والله. سلمي لي يا حبيبتي، ده بنوركم. ايوه اكلك الجميل ده. قولي لي، مالكيش اي طلبات؟ ربنا يخليكي، والله انا بحب دايما اقول لك على اكلك بيبقى جميل والله. سلمي لي يا حبيبتي، ما تحرمش مني. ربنا يخليكي يا حبيبتي. لو ليكي اي وصفه كده عايزه تعرفيها؟ لا انا كنت عايزه اعرف ايه البانيه. عايزه تعرفي ايه؟ من غير البيض. عايزه تعملي البانيه من غير بيض؟ لا لو مثلا لو مثلا حد مش في يعني برد ولا حاجه، ممكن نعمل كل اللي احنا قلناه ده وما نحطش البيض عادي بقى، يعني هيمسك معاكي تمام جدا. لا خالص. هو بس البيض بيعمل ايه، بيدينا ماده رافعه، يعني بيخلي فيها هيشان شويه كده. الدنيا الطف، اما انت لو ما حطيتيش بيض هيمسك فيها اكتر. ايوه ماشي يا قلبي، شكرا ليكي. ماشي، ربنا مع الف سلام. مع السلامه. هنعمل كده اهو، انتي تأمري. حاضر حاضر، اهو الطبق بتاعنا اهو اللي هنحط فيه البانيه. العافية يا استاذة. اهو بصوا غلفناها تغليفة، بنعمل ايه قبل ما نثبت ايدينا؟ بصوا بنعمل ايه، بندوس عليها كويس جدا كده، عارفين، بنثبت الكفر كده في حتة الفراخ بتاعتنا اهي، والناحية التانية نفس الشيء، وزي ما قلنا ندخلها التلاجة على الاقل 10 دقايق اهو بالشكل ده. شايفين القطعة عاملة ازاي اهو؟ يلا بينا اهو نعمل كده كام واحدة معاكم اهو بالشكل ده. بصوا بقى لما عملنا التتبيلة بتاعتنا تقيلة بتساعدنا على طول ان الايه، ان الكفر الخارجي او البقسماط ودي بتاعنا يمسك على طول في حتة الفرخة بتاعتنا، وهو ده المطلوب اهو. والناس اللي ما بتحبش البيض تقدروا تشيلوه من الوصفة عادي جدا، مش هيأثر معانا في أي حاجة أهو. طب تيجي نروح على الزيت كده نحط القطعتين دول، يلا نقول بسم الله، ننزل أهو بسم الله الرحمن الرحيم أهو. طيب إزاي تسويته في الزيت بقى؟ إحنا بنحط الزيت بتاعنا، لو إحنا حاطين في طاسة صغيرة طاسه كبيره على الاقل يبقى ايه النص كده الزيت، يعني زيت غزير، لازم الايه حته البانيه تنزل كده تغطس فيه. طب ليه؟ عشان خاطر يديك التسويه على الناحيتين واللون يبقى على الناحيتين، ما تاخديش لون من ناحيه وناحيه ثانيه لا، او تسويه من ناحيه وناحيه لا، تمام. هنعمل كده لحد ما دول بتوعنا ايه، ودرجه الحراره تبقى متوسطه، يعني احنا بنعلي النار في الاول نخليه كده درجه الحراره عاليه على الووك او الطاسه بتاعتك، وبعدين بنقلل درجه الحراره للنص، واحنا بنساوي درجه الحراره تبقى في النص. طب ليه؟ عشان الفراخ بتاعتي ما تبقاش نايه من جوه، والكفر بتاعي الخارجي استوى وتحمر، ويديكي ايحاء ان خلاص الوصفه بتاعتك
بقت جاهزه انها تتاكل. بس كده اهو. في حاجه بقى تانية عايزه اقولها لكم، ان احنا نقدر نتبل اللي احنا بنعمله ده بملح وفلفل، نقدر نحط توم باودر وبصل باودر، وفي ناس بتحب تحط كزبره ناشفه. وطبعا بصوا موضوع التوابل ده اختياري. يعني ايه اختياري؟ يعني انا بحب التوابل كتير، انا معدتي تعباني مش بحب التوابل، انا ما بحبش نكهات كتير داخله جوه الاكله. ده ذوقك انت واختيارك انت، تقدري تعملي بالطريقه اللي انت عايزاها اهو. بس كده احنا مستنيين. طبعا بصوا اخد لون ازاي وبدات تترفع، يعني بتعوم على الوش شويه، عكس ما احنا حطيناها. يعني احنا اول ما حطيناها كانت غطسه تحت شويه في الزيت، اول ما بتبدا تتحمر معانا وتاخد لون حلو بتلاقوها طلعت كده شويه، واديكوا شايفين اللون عامل ازاي، لون حلو جدا اهو. طبعا اللون ده بيرجع للتتبيله اللي احنا عملناها والحاجات اللي احنا حاطينها فيها، وكمان طريقه التسويه والبقسماط بتاعنا، كل دي عوامل تدينا ان الكفر الخارجي ياخد لون ذهبي حلو اهو. نعمل كده ونبدر، وانا سايباه على نار متوسطه زي ما قلنا عشان خاطر ما يتحرقش مننا ويدينا التسويه المظبوطه. طيب هقول تاني التتبيله بتاعتنا حطينا فيها ايه. حطينا عدد 2 بيضه، وحطينا ملح وفلفل اسود، حطينا توم باودر وبصل باودر وبابريكا، وحطينا كمان بهارات فراخ، وحطينا زبدايه متصفيه من اي ميه فيها، وحطينا البهارات بتاعتنا وقلبناها كويس جدا، وبعدين نزلنا فيها الفراخ اهو. سهله جدا. نقدر نحط توم على فكره مفروم، بس انا ما بحبش احطه طالما حاطه توم باودر عشان خاطر ما يعملليش عازل ما بين الفرخه والكفر نفسه. فانت تقدري تعملي ان انت تحطي توم باودر بدل التوم العادي اللي احنا بنهرسه ده في البيت اهو. طبعا ثانيه واحده اهو. هعمل ايه؟ هسيب دي كده واقوم عامله دي كده. هجيب بس ماسك كده نقلب بيه حته الفراخ بتاعتنا واوريكوا شكلها بقى عامل ازاي، ولو ما لقيناش ماسك هنتسرب برده مفيش مشكله. هناخد شوكه، ناخد شوكه. بصوا اهو انا هعمل كده اوريكوا اللون. لا انا عايزه الثانيه دي، عايزه الثانيه معلش. هقلب دي كده اهي. بصوا بس كده. هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا من الفاصل بنكمل مع بعض وصفاتنا، وخلصنا يا دوبك بس هنقفل المكرونه. وطبعا رجعت لكم بحاجه كل ست بتحب تهتم بنفسها، كشعر، كبشره، ككل حاجه. طب تيجي نشوف النهارده معانا ايه. معانا الدكتوره شيماء حامد اخصائيه تجميل، ومعانا منتجاتها اللي هي دكتور شي عشان بس ايه ما بحبش اغلط في اسماء. دكتور شي طبعا دي حاجات منتجات معروفه جدا جدا، وانا هروح اقف جنبها كده عشان انا عندي فضول اعرف كل حاجه فيها. نرحب الاول بالدكتور معانا في المطبخ بتاعنا متواضع. اهلا. وطبعا نورتينا وشرفتينا النهارده. شرف لي. وعايز اعرف بقى ايه الحاجات دي، ايه العنايه، وهل هي ليها علاقه بايه، طبي وتجميل بس؟ يعني عايز اعرف تفاصيل كتير قوي النهارده. فننزل كده كل حاجه. طبعا احنا وقتنا كله بتاعي. عندنا لاين كبير ان شاء الله يقضي، شاء الله. ولو ما فاضش معانا وقت تاني ان شاء الله في حلقه ثانيه باذن الله. نبدا بايه؟ نبدا بتعريف دكتور شي. اصلا هو تريد مارك. أيوة. احنا تمام. بنقدم فيه خدمات ومنتجات. تمام. خدماتنا في الاول بتعتمد على ازاي ادرس جوانب التجميل، ازاي ادرس جوانب العنايه بالبشره والشعر، كورسات تخص دوت عشان اقدر احدد المشكله اللي ممكن تقابلني اصلا في بشرتي او في شعري. حلو. وعلى اساسه اقدر اصنع منتج مصرح بيه، تركيبه متوازنه تقدر تحللي المشكله اللي بتقابلني سواء في الشعر او بالبشره. تمام. طب يا دكتور يعني اللي حضرتك كده عايزه تقوله لنا عشان الناس برضو تبقى فاهمه وانا معاكي، ان احنا الدكتور بتبقى دارسه كل حاجه
صح كده؟ موجودة معانا لازم عشان لما حد يجي يطلب او يطلبه من حضرتك تبقى انتي فاهمة كل حاجة بتقدمها له، تدرسي حالته هو الاول وبعدين تبدأ تطبقها عليكي بقى ايه اللي يناسب حالتك انتي. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. تمام. انما طيب. كل مشكلة ليها حل. اكيد. كل مشكلة لشخص سواء ذكر او انثى، سواء سن صغير او سن كبير، كل فتره من عمرنا بيبقى في مشاكل معينه بنمر بيها في بشرتنا وشعرنا. صح. فلازم ابقى محدده المشكله الاول وعلى اساسه اقدر احدد العلاج. صح. بس. طيب هنشرح حاجه حاجه مع بعض ونفهم كل التفاصيل وهل معانا عروض للحاجات دي ولا لا. في رقم تواصل طبعا اكيد هنتواصل من خلاله عشان نطلب المنتجات الحلوه دي. ارقام التواصل معانا على الشاشه دلوقتي. ومهم جدا 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 لما نيجي نطلب اي منتج من اي مكان زي ما عودتكم نبقى واثقين في المنتج ده ومجربين حد مجربه، او لازم تبقوا واثقين مثلا مني ان انا بطلع اقدم لكم حاجه كويسه فتبقوا انتوا واثقين من الحاجه دي. انا بقول لكم الحاجات دي وطبعا هي يعني غني عن التعريف. الموضوع حلو جدا، المنتجات طبيه وزي ما انتوا شايفين كده الجوده بتاعتها عاليه. انا واقفه جنب الحاجه انتوا شايفين في الكاميرا فمش مفيش فرق كواليتي ولا حاجه الحاجات. وهشوف دلوقتي وهشم وكل حاجه، يعني انا هعمل تيست على كل حاجه مع الدكتور ونشوف مع بعض بالتفاصيل كل حاجه. طب يا دكتور هتبداي منين؟ هنبدا شعر ولا ايه؟ هبدا الاول اقول ان احنا يعني بننتج منتجات بتنافس البراندات. حلو. انا بقدم كواليتي عاليه تمام، بخدمها كويس جدا، بقدر احدد المواد الفعاله اللي انا بستخدمها بنسب مظبوطه وتركيزات مظبوطه علشان تديني افكت. حلو. هي الفكره مش فكره ان انا بشتري منتج وفي ماده فلانيه فعاله او مواد طبيعيه او زيوت معينه وخلاص. صح. هي الفكره ان انا المواد دي اقدر اوظفها واخدم بيها البشره وتقدر تمتصها. صح. احنا عندنا لاينين كده ما تضرش منها لان يبقى فيها ماده فعاله كويسه تفيد بشرتي، تركيز مناسب. صح. لازم التركيز يبقى مناسب، ما يبقاش منتج وخلاص، ما بقاش انا عامله منتج وخلاص. بالظبط. تمام. احنا عندنا لاينين كاملين، لاين بشره كامل ولاين شعر. طيب حابه نبدا منين؟ زي ما تحبي عادي. احنا اللي بنعمل انت اضرب حاجاتك. طيب. وقولي لي نبدا منين يا دكتور؟ هي انا عندي لاين كبير من منتجات البشره اقدر اوظف مجموعه منها كروتين لكل نوع بشره. حلو. وقبل ما بستخدم اي منتج او قبل ما اي حد يرشح لي منتج لازم اعرف الاول طبيعه بشرتي ايه عشان اقدر استخدم لها المناسب ليها. اكيد. يعني بتجيلي واحده صاحبتي انا استخدمت الغسول الفلاني وهو تحفه. طب هي بشرتها دهنيه انا بشرتي جافه فما ينفعش استخدم نفس الغسول، مش عشان ده هي الافكت الكويس. هي دي الفكره، ان انا عندي لاين كامل من الغسولات مناسب لكل نوع بشرة سواء فيها حب شباب او فيها تصبغات او هي بشرة حساسة ومحتاجة عناية او تنظيف بطريقة لطيفة. تمام. يعني كده اول حاجة معانا غسول حسب بشرتك بنحدد تاخدي النوع ايه، البشرة دهنية، بشرة جافة، بشرة حساسة، على حسب نوع بشرتك. لا لازم نقسم الروتين بتاعنا او الروتين اليومي بتاعنا لازم يتكون من غسول اساسي، تونر، ومرطبات. تمام. تمام. وطبعا ما انساش برضو المنطقة اللي حوالين العين لان انا بهتم بيها جدا لان هي تعتبر اضعف منطقة في الجسم. دي حقيقة. بيبان عليها الاجهاد اول حاجة. صح. فلازم الروتين بتاعي اليومي يشمل المجموعة دي. في بعد كده عندي روتين اسبوعي ده بيبقى سكرابات او مواد تقشير كيميائيه خفيفه خالص، كيميائيه طبيعيه لان انا بشتغل باحماض الفواكه ودي كلها مستخرجه من الفواكه نفسها، حاجات طبيعيه ما فيهاش اي. بالظبط. تمام. فدي فكره اللاين بتاع البشره، بحدد المشكله الاساسيه فيه. تمام. في كل نوع بشره وهتلاقي المنتج المناسب ليه. ده ايه بقى اللي في البطرمان ده؟ دي ماسكات وانواع من السكراب. يعني ممكن افتح؟ اتفضل. ايوه ده اللي لفت نظري. أيوة. عايزه اعرف ايه ده. ده ماسك مرطب قوي بالكولاجين وجزيئات الذهب، مواد اسمها سكوالين. بصوا ريحته حلوه قوي، مدعم بحاجه اسمها الاحماض الدهنيه الطبيعيه. ده بيتعمل ازاي يا دكتور؟ بيدي ترطيب عالي جدا.
ده ترتيب ترتيب اه انا بس ممكن يمكن أغرب. ايدينا اه احنا ممكن نجرب كده ونشوف احنا لازم نجرب طبعا بس هو اول حاجه ريحته حلوه قوي دي اول حاجه الروايح بيمتصوا الجلد بسهوله الروايح بتعتمد هنا على روايح طبيعيه مش العطور الصناعيه العطور الصناعيه فيها مشكله ان هي دايما بتعمل ريتيشن للجلد ممكن تعمل تصبغات مكانها فدايما انا بتكير قوي من اي عطور يعني دايما يقولك ما تستخدميش السبريهات في المناطق الحساسه لان هي بتعمل اسمرار فدي فكره العطور طيب بقيه الحاجات دي يا دكتور عباره عن ايه انا كده معلش هاخد منك الحاجات طيب ونفهم كده كل حاجه بتعمل ايه ده ايه مثلا ده بنعناع ولا ايه ده سبايرولينا اه دي نوع من انواع الطحالب بتبقى مالتي فيتامين فيها نسبه فيتامين عاليه قوي تمام ومضاده للاكسده وبتقلل ظهور الحبوب اللي موجوده في البشره ده زي ماسك بيتعمل احنا بنتكلم اه اسبوعي ولا يومي ولا انا عندي اللاين ممكن استخدمه في البيت كروتين يومي ممكن استخدمه في الكلينيك كسيشن تنظيف للبشره عشان كده هتلاقي المنتجات السكرابات والماسكات اللي انا بستخدمها في وقت الجلسه بالظبط وده يا دكتور عباره عن ايه برضو ماسك ماسك ديتوكس هتلاقيه بيعتمد على وجود مواد مضاده للاكسده الله ريحته نعناع بالظبط اه بيخلص البشره من السموم فبيبقى مفيد جدا في جلسه تنظيف البشره حلو قوي ريحته نفاذه يعني هيدي انتعاش كده للوش طبيعي طبيعي طيب نخش على ده ده الطمي الطمي المغربي الطمي واملاح البحر الميت بتبقى من شم برده يا دكتور من مميزاتها ان هي بتقلل الافرازات الدهنيه الموجوده في البشره بتساعدني جدا على التخلص من الدهون الزياده في البشره الدهنيه حلو جدا مجموعه حلوه قوي 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 طيب يا دكتور ايه تاني معانا احنا خلصنا الغسول احنا السيرامات بقى السيرامات فيها يعني فكره ان انا عايزه اعالج وقتي انا عايزه اعالج بسرعه فهي بيبقى فيها اكبر تركيز من المواد الفعاله اقدر يعني زي ايه بقى يا دكتور يعني ايه المواد الفعاله اللي بتدينا افكت حلو للبشره الهيالورونيك اسيد ده اساسي تمام الهيالورونيك اسيد كلنا يعني هو ماده موجوده اصلا في جسمنا وهي اللي بنستخدمها في كفيلر اصلا لو انا الجلد بدأ يبان عليه علامات تجاعيد مرطب قوي بيمتص اكبر كميه موجوده في الماء من الميه احنا هننزل يا دكتور دلوقتي على الشاشه عشان برضو ايه تمام. الناس تبقى فاهمه اه في ناس كتير بتسال عليه فاحنا لازم برضو نوضح لهم كده يبقوا شايفينه معانا على الشاشه عندنا مجموعه كامله من السيرامات كلها طبيعيه علاجيه حلو في فيتامين سي طبعا معروف ان هو مضاد للاكسده وبيقلل التصبغات وبيحفز انتاج الكولاجين والالاستين وبيدي مرونه للجلد اصلا حلو عندنا مالتي فيتامينز وفي كولاجين ونياسيناميد ودول بيعيدوا بناء الحاجز البارير بتاع الجلد اللي هو الحاجز المناعي للجلد نفسه تمام معلش مصطلحاتي هتلاقيها طبيه لا شويه خالص احنا بنفهم اللي حضرتك بتقولي طبعا لان كلها حاجات مصطلحات علميه فاحنا فاهمين ده بس عايزين برضو الناس تبقى فاهمه وتستفاد ايه الحاجات اللي هي تستخدمها يعني مكونه من ايه احنا معاك تمام بس دي فكره السيرامات وعندي مثلا الريتينول الطبيعي ده اللي هو مشتق من فيتامين ايه بيساعد على تجديد خلايا البشره وبيشيل اكبر كميه ممكنه من الخلايا الجلد الميته حلوة. فطبعا بتديني نضارة وطول طب ده ايه يا دكتور عشان بس لفت نظري كده حتى الازازة كده شيك رول للعين حاجة كده شيك انا فهمت بقى دي بتتعمل ازاي دي بعد ما بنحط كده بنمشي بالكورة دي كده صح اهي بتلف معي اهو بصوا اهو بعمل بيها مساج على شكل بنعمل ايه بقى تعالوا معايا بقى اقول لكم بنعمل ايه بنمشيها كده تحت العين بالسيرم اللي جوه ده فبيعمل زي مساج كده يا دكتور صح بالزبط. فبيعالج لنا بقى الاسمار اللي هو بيبقى تحت العين ده بيجري الدوره الدمويه صح كده شفت يا دكتور في ناس بيبقى عندها انتفاخات او اكياس لما بتصحى من النوم او الهالات لو هي مش وراثي عشان برضو يعني نكون صادقين فده بيقلل كتير وانه بيحفز الدوره الدمويه الموجوده حوالين العين
فبيحسن جدا من الهالات السوداء. حلو. طيب احنا كده خلصنا البشره تقريبا، نخش على الشعر بقى ونشوف كده الحاجات الشعر اللي احنا كلنا كستات شعرنا بعد الجواز والخلفه والضغوط النفسيه والنوادي والمدارس والحياه اللي احنا بنعاني منها دي، كل حاجه عندنا بتبوظ، يعني الشعر بيقع وبيخف تماما وبيطول بصعوبه وبيبقى عندنا حاجات كتيره قوي مش عارفين نعمل فيها ايه. ده حقيقي، وهو شعرنا اول حاجه بتتاثر بسبب يعني بنفسيتنا. دي حقيقه. هي طول ما الست شعرها جميل، طول ما هي مرتاحه نفسيا ومبسوطه وهتبسط اللي حواليها كله. صح. فاحنا دايما بندور على ازاي نخلي الشعر دايما بصحه وحيويته ظاهره عليه. طب يا دكتور، في سؤال بيراودني انا شخصيا، هل لو انا فقدت جزء كبير من شعري يعني وقع، هل ده بينفع ان احنا نعيد بناءه تاني؟ طبعا. ولا بيبقى صعب؟ لا طب اولا لازم احدد بس التساقط عندي كان وراسي ولا مش وراسي. لو وراسي يبقى انا يعني في عوامل هتخليني اقلل من تساقطه، بان انا بعمل بروتوكول علاجي، في علاج بميزوثيرابي، في علاج بي ار بي اللي هي البلازما. دي يعني بتقلل دمور البصيله بتاعت الشعر، لان انا كده كده ده لو وراسي. تمام. لان انا كده كده عندي الهرمون اللي هيسبب التساقط ده. تمام. وهيسبب دمور الشعر البصيله بتاعت الشعر. انما لو هو مش وراسي، او هو حاله نفسيه، او هو سوء تغذيه، او انا مش باكل اكل صحي، او يعني في اسباب كتير، او عندي ضغوط نفسيه الفتره ديت، لا انا ممكن اعوض دوت باستخدام منتجات صحيه. تمام. وسبلمنت يعني فيتامينز او جلسات مثلا، برضو بعالج بميزوثيرابي امبات او لوسيونات امبات. تمام. كل ده بيفرق معايا. عايزه امشي معاكي خطوه خطوه زي مشينا كده في البشره. أوكي. عايزه اعرف المجموعه دي الاول بتعمل لنا ايه. طيب هما دول مجموعتين في مجموعه، وهما دول جزء من المجموعه، يعني حلو. ده جزء، يعني المجموعه بتبقى كامله اكتر من كده، مقسمه الدنيا كده يعني بحاول. فعايزه اعرف دول ايه دورهم. طيب هما دول مجموعه شامبو وكونديشنر للشعر الكيرلي او الشعر اللي فيه موجه اصلا. الاربعه؟ لا، الاثنين الاولانيين. الدور. تمام تمام. فكرتهم ان انا يعني في مواد فعاله او مواد غذائيه للشعر او وطبيعيه بتحافظ على الروابط اللي بتديني الموجه الكيرلي في الشعرايه. في ناس بتحب طبيعه شعرها يبقى كده. ركزنا على ده بالظبط. طب لو انا شعري مش كيرلي وعايزه اعمله، ده يساعدني ولا ده ملوش علاقه؟ ده بيحافظ على قوامه الشكل مع ستايلنج معين. مع ستايلنج معين هيساعدني في ده. بس لو ناعم قوي وكده لا، يبقى لا، طبيعه الشعرايه الناعمه غير الكيرلي بالظبط، مش هتاخد الشكل، لان ده بيبقى بيختلف عن الروابط الجينيه اللي موجوده اصلا في طبيعه الشعرايه. تمام. والاثنين دول؟ ده شامبو كونديشنر للاطفال، ده يعني اللي تحت سن 12 سنه. صح كده؟ انا ممكن اشم بقى؟ طبعا. بعمل تيست يا جماعه، عندي توته لازم اهم حاجه. هم ريحتهم حلوه، بس مش زي اللي احنا بنشمهم اللي هو بيبقى فيها مواد بتدمر لك شعرك، اللي هو في السوبر ماركت وفي الصيدليات والكلام ده. لا، دي حاجه طبيه، فهتلاقي ريحته حلوه ولطيفه ومقبول، بس مش زي بتاع بره، عشان برضو احنا ايه، مش اوفر. هو علاجي، احنا بنعالج بالشعرايه اكتر من ان احنا بنديله ريحه حلوه. صح كده يا دكتور؟ طبعا. شامبو الاطفال بيبقى يعني ليه مواصفات خاصه، والكونديشنر برضو بتاعه، لان طبيعه شعرهم نفسها وسمك شعرهم بيبقى مختلف تماما. وحاجه اسمها الحراشيف بتاعت الشعرايه نفسها بتقبل اي تغييرات بسرعه. فمن غسله واحده ممكن شعر الاطفال ينشف تماما او يتقصف بسرعه. صح. من استخدام مواد كيماويه اخرى. صح. او اللي ما يطلق عليه الشامبوات التجاريه. انا هرجع دول. تمام. عشان نحتفظ بشكل المنتجات الجميله دي. كي. وهاخد دول كده، ده لاين للبادي بس مختلف. ونبدا نتكلم الحاجات الكبيره دي اللي احنا بنحب دايما يبقى عندنا مخزون من كل حاجه. ايوه اهو. معلش يا دكتور، هناخد من نسحب منك منتجاتك. طيب نشرح بقى حاجه حاجه. تمام. الاثنين دول عند شامبو كونديشنر مخصوصين للشعر الجاف والمصبوغ
المتهالك من الصبغه، التلفان، التلفان بالظبط. اه بالظبط بالظبط، اللي تقصف جامد. الصبغه بتفتح المسام بتاعه الشعرايه جدا لدرجه عشان تطلع اللون منها. فده بيأثر، يعني بيقصف الشعرايه، كل مسام الشعر بتبقى مفتوحه، وبالتالي بيفقد كل الرطوبه بتاعته. فيبان هيشان وتقصف وبهتان للشعرايه. يعني احنا كده الاثنين دول معانا عشان خاطر للشعر اللي بنصبغه كتير، الشعر التالف والمتقصف من تحت، وتلاقي فتحات فيه كده تحسوا ان هو ايه، كل شعرايه كده طالع لها شعرتين مع بعض، ما تعرفوش رايحين فين، كل واحد رايح اتجاه. فده بيعالج كل الكلام دوت. الاثنين الحلوين دول وشايفين حجمهم قد ايه، حاجه عظمه. طيب هنخش بقى على الجميل ده، معانا تليفون، هنخلص بس دول ونخش على التليفون، معانا تليفونات كتير لحضرتك. ايه كريم ترميم على البيرد؟ اه بيتعمل ازاي بقى ده دكتور؟ عايزه اقول لك بس ان الناس كلها بتجري ورا مسمى ترميم، وفي لازم تفهم ايه الفرق ما بين الترميم البارد والترميم الحراري. تمام. الترميم الحراري انا بستخدم فيه مواد كيميائيه بتكسر الروابط بتاعه الشعر عشان تفرده. انما الترميم اللي على البارد فانا بغذي الشعرايه. بغذيها بالظبط بناء على المساميه بتاعتها. حلو. فدي تعتبر مجموعه من المرطبات القويه قوي. احنا جوعنا على فكره. لا ما احنا هناكل دلوقتي. ده انا عامله البانيه طعمه تحفه. طيب بالهنا يا حبيبتي. كده احنا عرفنا ده. طب ده يا دكتور طريقه استخدامه ازاي بعد ما بغسل؟ سؤال مهم. لازم شعري يكون نضيف كويس قوي، مغسول بشامبو المناسب لطبيعه شعري. تمام. وبعد كده بحط منه طبقه، يعني طبقه بتتوزع على الشعرايه بطولها. حلو. وممكن لو عندي مثلا بني حراري او فوطه دافيه، لان ده بيساعد على امتصاص الماسك نفسه من مسام الشعر. طبعا بتغذي الشعرايه وتديني غلاف تاني للشعرايه، يديها رونقها واللمعان بتاعها. حاجتين الحلوين دول نشرح بقى زي ما انت عايزه. الشتا بقى انت عارفه كلنا بنبقى محتاجين. انا اخدت بالي، مرطبات طبعا. ده للقدم؟ ده للقدم وينفع برضو للايدين. تمام. انا لازم اجرب طبعا، طالما قلنا القدم والايدين لازم اجرب. انتوا عارفين ما بنشربش ميه كتير في الشتاء، وده بيأثر على بشرتنا. بس عشان الصلصه، فلازم المرطبات دي تكون اساسي عندنا عشان تحتفظ بالرطوبه تاني جوه الجلد. طيب هو مكون من ايه بقى يا دكتور كده؟ يعني ايه الحاجات اللي بتفيدنا كده اللي جلدنا بيمتصها؟ عندك يعني ده بصراحه في كميه مرطبات، يعني هو كتير قوي. حاجه اسمها شموع. لا لازم تبقى على، يعني لازم تفضل موجوده على الجلد ان شاء الله. وامتصاصه حلو. انا ليه بجرب كده؟ لان الناس اللي فاهمه الامتصاص بتاعه زي ما انتم شايفين كده اهو، بصوا، يعني مش بياخد وقت عشان الجلد يمتصه، لا هو امتصه سريعا اهو بالشكل ده. تسلم ايدك يا دكتور، والله انت عامله عظمه. طيب انت عايزه التليفون، انا حاضر. مين يا استاذه رشا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ازيك؟ الحمد لله يا حبيبتي، زي الفل، ربنا يخليك يا رب. اموريني يا قلبي. جميل ان الجو ده. شفتي البانيه ومكرونه على حظ الدكتور كده، حاجه عظمه. لا تسلم ايدك. تسلمي يا حبيبتي. ليكي اي سؤال للدكتور؟ العكس بتاعك. ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ اهلا بيكي. كنت عايزه بس اسال، يعني انا على طول بشرتي فيها زي اكسده، يعني بعد ما احط مثلا كريم مخرج الاقي بشرتي بقت باهته كده. تمام. انا عايزه بقى روتين كده زي اللي حضرتك عامله بتاع الشعر كده انا استخدمه لبشرتي. عايزه روتين تستخدمه لبشرتها. تمام. عشان خاطر تحافظ على بشرتها، بشرتها دايما بتبقى مأكسده، عشان بشرتها دايما باهته ومش حلوه يعني. تمام. هي درجة اللون او الاكسدة اللي بتظهر على البشرة دي، اولا بتبقى نتيجة ان هي بتستخدم غسولات كتير. هي ممكن نسألها برضو هي طبيعة شعرها دهنية او بشرتها دهنية او جافة؟ غالبا هتبقى دهنية، لان البشرة الدهنية
بتطلع نسبه دهون كتيره قوي، فانا طول الوقت ببقى محتاجه ان انا اقلل من الدهون دي، فبستخدم غسولات طول الوقت. تمام. الغسولات ديت بتقلل لي الافراز الدهون، وبالتالي البشره ما بقاش فيها اللمعه الطبيعيه، فبتحول للون اكسده. ده اولا. ثانيا ممكن تكون برضو ما بتستخدمش فيتامين سي. فيتامين سي اساسي في اظهار النضاره ومضاد للاكسده، بيرطب معانا. احنا عايزين مضادات اكسده عشان هي بشرتها بتتاكسد، فلازم اختار دايما منتجات يكون فيها نياسينامايد وفيتامين سي. تمام. دول هيفرقوا معايا جدا، غير ان هي بقى تاكل الاكل صحي. تمام. تنصحيها باكل صحي وشرب الماء طبعا يا دكتور، اللي احنا كلنا كمصريين ما بنشربوش. ايوه طبعا. لما باخد منتج فيه ترطيب ده بيساعدني ان انا وشي يبقى طول الوقت مترطب، واكيد الدكتور محافظنا على ده في المنتجات اللي هي بتقدمها لنا. يعني انا عن نفسي يا دكتور ما بشربش ميه كتير، كارثه طبعا. بس بعمل ايه؟ برطب. لازم. ما انت بترطبي يعني عشان تحتفظي باللي موجود عندك، عشان احافظ على اللي موجود بقى. طيب معانا بقى الباقي بقى، يعني ايه احنا قلنا ده خلاص وجربناه بقى فيه صلصه اهو بقى جميل. طيب ده بقى ايه يا دكتور؟ وبعديه ده ايه؟ ده لاين برضو مرطب للجسم، عباره عن زبدات فيها نسبه مطريات عاليه وزبده شيا اساسي. كنت لسه اقول لحضرتك زبده شيا، طالما فيها كده يبقى فيها زبده شيا على طول. زبده الشيا من 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 افضل انواع الـ الـ الزبدات اللي بيبقى فيها نسبه احماض دهنيه عاليه ومضادات اكسده طبيعيه. حلو. فبتديني ترطيب قوي جدا. تمام. طيب المنتج الاخير بقى اللي معانا في المجموعه دي، وهو ده ايه بقى؟ ده هو السبراي. عشان ما قلناش السبراي. حضرتك ما قلتيش السبراي. تمام. رجع دول هنا. قولي لي بقى يا دكتور كده. ده هير ماسك. بيساعد على ارمم الشعرايا تاني. في نسبه احماض امينيه. تمام. يعني احنا شعرنا اصلا بيتكون من احماض امينيه واحماض دهنيه. النسبة الأعلى كل ما الشعرية بقت ناعمة، كل ما نسبة الأحماض الأمينية موجودة فيها أكتر، اللي هي ما يسمى بالبروتين، عشان إحنا كده يعني أطلقوا على البروتين إن هو بيفرد الشعر. الشعر اللي هو بيفتقد الأحماض الأمينية ديت أو البروتين بيبان عليه التجاعيد وبيبان عليه التقصف بسرعة، فأنا عايزة أرمم الشعرية ديت، فببدأ أستخدم الماسك دوت. تمام. بيديني كفرنج للشعر ويظهر عليه تاني الحيوية والنشاط على الشعرية ولمعان الطبيعي. حلو. طيب ده يا دكتور بنستخدمه مرة في الأسبوع. مرة صح في الأسبوع. كده بيتحط على الشعر، بيقعد قد ايه مثلا؟ من ربع ساعة لنص ساعة. يعني انا بغسل شعري وبنشفه كويس قوي، لازم يكون مغسول صح؟ لازم، الافضل طبعا ان هو يكون مغسول. وبعد كده عشان يقدر يمتص اكبر كميه موجوده من بحطه الفيتامينز. وبلفه مثلا بفوته دافيه او بالبونيه بتاعي وبسيبه من ربع ساعه لنص ساعه. بالظبط صح. على حسب بقى وقتها وعلى حسب ان هي مستعجله. طبعا الهير ماسك او الكونديشنر ما بيتطبقش على فروه الراس، دايما بيتطبق على الشعر بطوله. يعني انا المعلومه اللي عندي يا دكتور قولي صح ولا غلط، حضرتك ادرى، ان بعد الودن كده ببدا احط الماسك. تمام. وابدا بقى ايه اشربه للشعرايه نفسها. بالظبط صح كده. وبعمل مساج في عكس اتجاه الشعر. بمعنى يعني انا شعري كده، انا اعمله كده، بوزعه وارجع الشعر لورا كده كده. طب ده مش هيعمل هيشان معايا؟ لا، ما يعني انا لو عملت كده دلوقتي هتلاقي شعري كله هيش. لا، انا بدخل المواد الفعاله كده كده هغسله فيما بعد. انا زي بعمل له مساج عشان ادخل للشعرايه الماسك ده فاستفاد بيه. لان حراشيف الشعر بتبقى عامله زي قشره السمك فوق بعضيها في الاتجاه لتحت، فانا عايزه ادخل الفيتامين ده اشربه الماسك نفسه. بالظبط. حلو قوي. طيب بالنسبه للسيرم ده بقى، ده تقريبا بعد ما بتاخدي الشاور وخلاص هنشف الشعر. هي دي مجموعه من اللوسيونات اصلا، في منها بيقلل تساقط الشعر، بيوقف التساقط. ونوع بيزود الانبات بتاع الشعر، بيساعد على انبات بصيلات جديده. وده الناس اللي هي بتقولك انا شعري عاجز شويه وما بيطولش بسرعه. فانا بحفز الفكره فيه ان انا بحفز الدوره الدمويه حوالين بصيله الشعر، فبيبدا يعني الشعر النمو بتاعه يزيد. طب يا دكتور احنا عايزين نعرف العروض بقى، يعني احنا شرحنا كده كل حاجه بالتفاصيل، عايزين نعرف العروض اللي حضرتك بقى النهارده مقدماها كده لفانزاتي حبايب قلبي.
احنا عاملين هدايا اصلا عشان حضرتك عشان البرنامج، يعني خمس فايزين. شوفي المناسب ايه من الاتصال او من الناس اللي بتتفاعل مع البرنامج عموما. تمام. هنقدم لهم خمس بوكسات هديه من منتجات بشره او شعر. كنت اقول اتنين والحلقه الجايه نقول اتنين. طب ماشي. لا طبعا لا الحلقه الجايه نجيب تانيين، ما بخلش عليهم باي حاجه. تمام، يعني احنا معانا خمس هدايا صح كده للناس اللي هتتصل الحلقه الجايه معانا ومعايا دكتوره شيماء. اول خمس متصلين هيكسبوا معايا خمس هدايا. اللي هم ايه بقى الهدايا؟ مجموعه عنايه بالروتين للبشره وروتين للشعر. صح كده، مجموعه اطفال هتاخدي حاجه منهم، لروتين بشره للشعر. هيبقى عندنا يعني اوبشن اختيارات اوبشن ولا لا؟ شوف انتوا زي ما تحبوا، ممكن نقسم البوكسات ميكس. ده دكتوره كريمه جدا جدا. مشكله. تسلمي يا دكتور، والله كلك ذوق. تسلمي لي يا حبيبتي يا رب. طيب اللي قلنا العروض بقى، احنا كده خلاص قلنا الهدايا. معلش نعيد العروض تاني. تمام. العروض ان احنا هنعمل روتين كامل، وطبعا الاسعار مش هتبقى متحدده بالبيع فردي، ان الروتين على بعضه هيبقى عليه خصم كبير. الروتين كله للشعر او البشره؟ اي روتين. عباره عن مجموعه كامله علاجيه لمشكله معينه. هيكون عليها خصم. حلو. انا 25%. حلو كده. حلو قوي. يعني اي مجموعه من دول هتطلبوهم هيبقى عليهم خصم 25%. منتج مصري ومنتج المصري. مصري. وانا هقول لكم ممكن نخلي ده ان شاء الله الحلقه الجايه لحضرتك تطلعي معايا فيها. يعني احنا هنمشي العرض ده لحد ما دكتور شيماء تطلع معايا تاني حلقه، مش عارفين بقى امتى. احنا لسه هنشوف مواعيدها وظروفها ايه وتطلع معايا امتى. فانتوا معاكوا العرض ساري خصم 25% على عروض الشعر البوكس كامل او البشره. مفيش عظمه اكتر من كده. احنا دايما بنعمل عظمه في مطبخنا، ودكتور شيماء عملت عظمه تانية خالص، يعني تانية وتالتة بالهدايا اللي هي قدمتها لكم، وكمان الخصم ال 25%. دي حاجه مفيش بعد كده. عايزين ارقام التواصل تنزل تاني على الشاشه عشان خاطر الناس تعرف تتابع من خلال الحاجه. تطلب البوكسات دي وعليها تاني 25% خصم، ومن خلال الارقام اللي هتظهر معانا على الشاشه دلوقتي، واكيد في واتساب نقدر نسيب المسج لو لقينا في ضغط تليفونات، لان طبعا بعد العروض اللي احنا شفناها دلوقتي دي هيبقى في ضغط تليفونات، ومش هيبقوا ملحقين ان شاء الله على التليفونات لان دي عظمه. طيب دكتور، سريعا كده، لو انا جيت وعندي مشكله صرع وراسي، معرفش بقى هي هتبقى وراسي ولا ايه. طيب. من قدام والحته دي فاضيه تماما، تتعالج ازاي؟ بصي 50% الاول جلسات. ليه؟ لان انا بستخدم فيها يعني الجلسات المايكرو نيدل اللي انا بتسرع لي جدا من العلاج. تمام. بستخدم فيها بلازما او ميزوثيرابي، بستخدم اللوشنات العلاجيه بتاعتنا. تمام. والجزء الثاني اللي هو اكمل بقى باللوشنات كامله. يعني اوقف تساقط، اشوف السبب الرئيسي كان ايه اصلا. تمام. اعمل تحاليلي. ببقى لازم عارفة مخزون الحديد عندي ايه، لان معظم الاسباب التساقط بيكون سببها انيميا، ونسبة الحديد موجودة في الدم قليلة جدا. صح. انا عايزة بس انوه على حتة صغيرة، ان هو اي حد محتاج حاجة من المنتجات هيبقى الكول سنتر متابع معاه، يبلغ بس الاول بالمشكلة واحنا نحدد احنا هو محتاج ايه. تمام. وعلى اساسه نقدر نقرر احنا، يعني مش مجرد بس شكل العبوة دي عاجبني او لا، انا احنا بنوظف كل منتج يعالج ايه بالظبط. حلو قوي. انا بشكرك جدا يا دكتور شيماء. دكتور شيماء حامد كانت معايا النهارده منوراني في مطبخي، وقدمت منتجات حلوه جدا، وبتتكلم على ان احنا مش بنقدم شكل بوكس من خارج او شكل منتج من بره، احنا بنقدم منتج من جوه فعال. المواد اللي فيها هتفيدك وتفيد شعرك او هتفيد بشرتك. وطبعا ده زي ما الدكتور قالت، تابع ان انت ترجعي للتليفونات بتاعتهم تقولي حالتك الصحيه كامله، ايه العرض اللي عندك او ايه المشكله اللي عندك، وهم هيدوك الحاجه المناسبه ليكي. يا رب تكونوا استفدتوا بالحلقه النهارده. عملنا مع بعض مكرونه وبانيه على طلبكم، انتوا كنتوا طالبين مني البانيه. وبكده خلصت حلقتنا، واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم.